اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه الكترونيات السيمو. اليوم عندنا هاد غلايات الماء النوع 15. المشكل اللي كاين فيها باش كنركبوا لها البريز، تشعل غير هنا واحد لامبول، ولكن السخونيه لداخل ما كاين لا سخونيه لا والو. اذا خليكم معايا، اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال الفحص ديالها وطريقه ديال الاصلاح ديالها اذا كانت مازال كاينه الامكانيه. اذا اول حاجه غادي نقوموا بها اخواني اخواتي، مادام البوله كتشعل، اذا حنا عارفين بان هاد لا لومب فاش كندوزو الضوء راه كتشعل. اذا المشكل راه ما كاينش في الكابل، هاد الكابل هذا اذا راه تيوصل الضوء، ما كاينش علاش غادي نفحصو، لانه كون كان فيه المشكل ما غاديش تشعل كاع في خطره. اذا شنو غادي نفحصو؟ غادي نحاولو اننا نفحصو هاد لابارتي هذه هنايا ونعرفو المشكل فين كاين بالضبط. اذا غادي نحاولو اننا نحلو هاد جوج ديال ليفيس فيليبس. باش نحيدو هاد الكوفر هذا كامل، نحاول انني نحيد هاد الغلاقة هادي. ونلقاو هنا جوج فيس اخرين. إذا كنحيدو هدا، مزيان هانتوما لاحظوا معايا إخواني، حنا حيدنا هاد الكوفر هدا البراني، نحيدو هاد لومبول. أشنو تلقاو هنا؟ تلقاو هنا هاد المكون هدا اللي كيتكون من مناش، من مجموعة ديال الانتيريبتور، وهذا وهنا هادو لي بات ديال الريزيستونس. غادي نستعملو لاباريمتريك ديالنا باش نعبرو الريزيستونس، نشوف ورا واش مازال خدامة ولا مشات. اذا كنستعملو لاباريمتريك ديالنا دائما في لوموط كونتينيتي، تنعرفو غير واش ريزيستونس مازال مدوزة او لا قطعت. اذا فاش كنلاقيو هادو تتعطينا سونوريزاسيون. اذا هانتوما لاحظوا معايا ان هاد لا ريزيستونس مازال مزيانة، حاولوا اننا نقطعو، ها هي قطع. اذا ها هي دابا مزيانه، يعني شنو كان؟ كان غير ماس ما تيوصلش مزيان، يعني غالبا فاش فتحنا دابا وحركنا هاد الانتيريبتور هذا ولات الامور رجعت مزيانه. نحاولوا اننا نعاودو نتيقنو ونعاودو اننا نزيتو شويه هاد الانتيريبتور هذا. اخوان كيسولوني على شنو النوع ديال هاد الزيت باش كنخدم، هو داك الزيت ديال الماكينه، راه كتلقى عند الناس اللي تيستعملوا يعني لي ماشين ديال الخياطه، الناس ديال الخياطه اولا الخياطه كيكون عندهم. اذا نحاولوا اننا نرجعوا هاد لامب للمكان ديالها،
نحاولوا اننا نجيبوا هاد الودينات ديال هاد الانتريبتور هذا. نتمنى ان الصوره تكون كتبان لكم هنا. هاد لالام هذه عندها واحد الودينات، نحاولوا اننا نجيبوهم مع فوالا. كنظن انها خرجت من المكان ديالها. نقطة في المكان ديالها هانتوما لاحظتوا، خصنا فاش نكونو كنركبو يجيو هادوك لي هادوك يعني دوك الودينات ديال هاد الرجيلة هادي يجيو مع هداك الانتريبتور الكحل اللي كيبان لينا الداخل. إذا قبل ما غادي نردو لي فيس غادي نحاولو أننا نديرو هاد لاباز ديالو، نركبوه في المكان ديالو ونحاولوا اننا نشغلو ونجيو نعبروا هنا لا ريزيستونس واش كاينه في هذا المكان هذا بالضبط. اذا لاحظوا القيمه ديال لا ريزيستونس كاينه، نحيد لاحظوا اذا ها هي مشات، لاحظوا معايا ها هي كاينه، ها هي غتمشي. اذا دابا نبقى غنديروا شويه ديال الماء هنا ونجربوا الغليه ديال الماء ديالنا واش مزيانه. اذا بعد ما ركبنا البريز دابا بقى لينا غير نشغلو من هنا الانتريبتور ديال الغلايه ونشوف الامور كيفاش غترجع. اذا لاحظوا الغلايه ديالنا رجعت خدامه الحمد لله على احسن ما يرام. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه، يعني المشكل اللي كان اخواني اخواتي كان في هذا الانتريبتور ما تيدوش مزيان رغم ان البولات تشعل، الا ان لا ريزيستونس هي هذه اللي كاينه هنا هي عامره بالكركير. الحل ديالها راه كاين في الفيديوهات ديال الالكترونيات السيمو، ما عليكم غير تدخلوا وتقلبوا على الطريقه ديال تنقيه غليات الماء تتولي تتشعل، واحد المزيج خفيف ديال الخل والملح وكترجع بواحد الطريقه متبعه مضبوطه وكترجع الامور مزيانه. هالامور رجعت مزيانه. الى عجبكم الفيديو اخواني اخواتي اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. شكرا اخواني اخواتي على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.